Amen. Lulam zien amen. 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 يلا هي مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم جميعا ونعود ومساءكم مباشرة من فندق لغومبسياس بشاطئ الصخيرات. مباراة ربع نهاية الدوري الودي المنظم من طرف هذا الفندق والتي تجمع ثلاثيات رشيد الحبشي والمنقري وعماد ضد ثلاثيات أيمن والسفري. النتيجة حدود الساعة 5 لثلاثية حوشي، 3 لثلاثية السفري. الصمت تيجي في البتي وتتأنولا لمن يلا مني راه كنت فيها كلشي.
الكابور ديالك هي كلشي. الشجاعات ديال السفري مستمره للاعب ايمن. Très bien joué, un bon point d'heure. بعد الجولة الماضية ثلاثية الحبشي تزيد أربعة ديال النقاط وتتغير النتيجة إذن تتولي تسعود لثلاثية الحبشي ثلاثة لثلاثية السفري. تابعين بوانتي حميد حميدة deux fois menti. طيب يا كنت رشيد لأن خمسة الكرات كانت ثلاثية السفري والنقط في الأرض في ثلاثية مال بومبي
إذن النتيجة تتغير تتصبح 6 لثلاثيات السفري مقابل 9 لثلاثيات عبد الصمد المنقري. أذكر أن هذه المباراة ضمن مباريات الدوري الودي المنظم في فندق لي غامباسياس بشاطئ الصخيرات، واللي عرف مشاركة 64 ثلاثيات من أجود الثلاثيات. يا جوسفي دمع تيرر دمع بونتر دمع صمت دمع إيمد قجوش كوري عند الحبشي كونتر كاتر بول عند الادفيرسير. أذكر أن النتيجة 9 لثلاثيات الحبشي 6 لثلاثيات السفري. تري بون بونتيغ تلاقي الحبشي. Thank you.
سي حميد الله يحفظك خويا مهدي. قبل الاثناء تنتهي المباراه بفوز وتاهل ثلاثيه الحبشي للدور القادم. فرصه ممتعه والى اللقاء، ولا تنسوا الانخراط والمشاركه في هذه القناه ان شاء الله. السلام عليكم.